حلول معالجة المياه المناسبة لمجال غسيل الطائرات. لماذا تعتبر تقنية معالجة المياه بالتناضح العكسي أو الفلترة مهمة لمجال غسيل الطائرات؟ توفر حماية فورية، صيانة بسيطة وسهلة، حل فعال من حيث التكلفة، معتمدة من قبل معايير الطيران الدولية، إنتاجية عالية بسبب انخفاض استخدام الطاقة، توفر في المساحة وقابلة للتوسيع، صديقة للبيئة. تشمل تقنيات معالجة المياه المستخدمة في مجال غسيل الطائرات على أنظمة التناضح العكسي، أنظمة الترشيح الدقيق، أنظمة إزالة الشوارد بالتبادل الأيوني، أنظمة إزالة الشوارد بالتأين الكهربائي. لمزيد من المعلومات قم بزيارة موقعنا على الإنترنت، وشكراً على المشاهدة.